اتهمت الشرطة الفلبينية السبت مالكي وطاقم العبارة كيم نيرفانا التي غرقت الخميس بالقتل، وارتفع الجمعة عدد ضحايا العبارة إلى نحو 59، فيما تحاول فرق الإنقاذ تعديل السفينة المنقلبة لتسهيل عملية العثور على ناجين. أختي ما تزال مفقودة، كان هناك أربعة على العبارة، ثلاثة أطفال وأمهم، طفل واحد نجا، ما زلنا نأمل رؤيتها حية أو ميتة. وكانت العبارة غادرت الخميس ميناء أورموك في طريقها إلى جزر كاموتيس وعلى متنها نحو 200 راكب. السلطات الفلبينية أعلنت بداية أن سبب انقلاب العبارة هو الأمواج العاتية، لكنها حملت لاحقا مالك العبارة وطاقمها المسؤولية.